استاذ علي، خلال هذه الفتره والفتره الاخيره ايضا بيتسو موسيماني بيتعرض لحمله غريبه جدا، ما اعرفش رايك في هذه الحمله، وهل شايف، عايز اعرف رايك برضو في اداء بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره. كابتن اسلام، انت لعبت للاهلي ولعبت لمنتخب مصر، وبالنهايه التقييم بنهايه الموسم على اي اساس بيكون؟ النتائج، على النتائج وعلى الانجازات طبعا. نعم، انا نزلت تغريده من يومين بالزبط. يعني فيها تساؤل على 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 انجازات بيتسو موسيماني مع الاهلي، دوري وكاس مصر وكاسي سوبر وكاسي ولقبي دوري ابطال افريقيا، واحد منهم تاريخي على حساب الغريم التقليدي الزمالك، ثم انتصار اخر بثلاثيه نظيفه. فبيتسو موسيماني بي 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 يعني باقل من عام ونصف حقق ما لم يحققه يعني مدربين كبار استلموا دفة التدريب بالنادي الاهلي. هل الانجازات اللي حققها بيتسو موسيماني، هل يعقل انه في حدا بعد بينتقد انجازاته او بينتقد المستوى الفني؟ طبعا انا من محبين النادي الاهلي من فترات طويله، وعاصرت اجيال ذهبيه للنادي الاهلي، وكنت شوف المستوى الفني الكبير اللي عم اللي كان يقدمه النادي الاهلي. قد يكون المستوى الفني لا يرتقي الى مستويات اجيال اخرى، لكن بالنهايه النتيجه وحده، نتيجه الاهلي على منصات التتويج ان كان في مصر او خارج مصر في افريقيا او باعلى بطوله لانديه كره القدم اللي هي بطوله العالم للانديه والعوده بالبرونزيه مؤخرا. فاعتقد حتى الان موسيماني يتعرض لظلم كبير. انا ما بدي بين انه عم كون يعني مطبل لموسيماني، لكن انا شخص بشوف المشهد من بعيد. بيتسو موسيماني باي بطوله بفوت فيها عم بفوز بلقبها، باي مباراه كبيره بيدخل الى النادي الاهلي بيخرج منها فائز على جهابذة كره القدم بافريقيا وفي خارج افريقيا. هل فالمنتقدين لبيتسو موسيماني يا ريت بيعطونا روشته تالق موسيماني او ما المطلوب من موسيماني حتى نعرف الانتقاد على اي اساس. يعني بتسمع موسيماني بياكل عيش، تسمع موسيماني اي مدرب بيدرب الاهلي بحقق انجازات. طيب اوكي، موسيماني حقق انجازات، هل تريدون اقاله مدرب حقق كل هالانجازات؟ فما بعرف. انا بعتقد في تحامل على بيتسو موسيماني، بعتقد التحامل على موسيماني لضرر نادي الاهلي والتاثير على مستوى النادي الاهلي. وهيدي السيمفونيه صرنا عندنا اكثر من كم سنه عم نسمعها من بعض النقاد للاسف، لكن بالنهايه موسيماني شغال ونادي الاهلي عم يحقق انجازات، وهذا هو المطلوب. الاهم انه جمهور النادي الاهلي يبقى بظهر الفريق وبظهر المدرب، لانه هو صمام الامان.